صباح الخير جميعا، نهاركم مبروك. اليوم غادي نقدم لكم شويه من الروتين اليومي ديالي في غسل الاواني وفي تنظيف المطبخ. تابعوا معايا وخليكم معايا. اولا خاصني نبدا بغسل الاواني. كما كتشوفوا معايا الحوض فيه بزاف ديال الاواني، خاصني نغسلهم كاملين. هذو الاواني ديال الفطور.
دابا غادي نحك هاد الروبيني وهاد لافابو. هنا عندي شويه ديال الجيكس رقيق مع الصابون البلدي، غادي ننظف به، غادي نقي به هاد الروبيني مع هاد لافابو. بقاو معايا